35 40 11 12 ومعنا مكالمة أخرى. ألو يا تنالي كون كنت ممكن تروح لي بس محمد ملي مرة في نماج يا مصار لي مرحبا سيدي وشكرا لكم مرحبا بك ضمن أسرة يمصاها مني تحياتنا لك تحياتي دائما لكل الصائرين معنا وكل الطواقين والطواقات فين ما كانوا 0535 40 11 12. ومعنا مكالمة. ألو ألو مرحبا بلالة حبيبة ومدينة الدار البيضاء كنت ممكن تمرح لي بلالة من أول مرة في يمصاها مني بل مئة المرات مرحبا تمرد بسلامة تفضل مرحبا سيدي الحبايب تسمعيها اليوم ان شاء الله مرحبا مرحبا ونلتقي الى مدينة طنجة ومعنا هناك السي احمد مرحبا بك سيدي احمد الله يبارك فيك الحمد لله اليوم ان شاء الله اليوم تبارك الله لك الله يبارك فيك سيدي ومرحبا دائما احييكم مستمعينا اينما كنتم وسعيد دائما باستقبال مكالمتكم عبر الهاتف اللي هو 05 35 40 11 12. ومعنا مكالمة. ألو نستحضروا الجالية المغربية والمهاجرين في مقاربة وضع مخطط تهيئة مثلا تنموية بعد الإطار كانت عندنا مواكبة للجامعة اللي كنشتغل معاهم في إطار إنجاز مخططات تهيئة لأن قبل سي إبراهيم كان المهاجر كيجي كينبي المنطقة الجذور ديالو يعني الأرض وتمازات كما كنقولوا بشكل يعني شخصي بصفة فردية أطلب أنا مسكرو دايت صاحبات ما حرج المخططات اللي كتكون للبرامج ولا المشاريع في بعدها يعني الشارع أنا قادر زيد مخطط ديال الجماعة مخطط ديال مجموعة ديال المؤسسات